شوفي حنايا كنظن ان احنا مجتمع ذكوري نوعا ما، لانه هذا الشيء كنتقبلوه من الرجل الممثل، الرجل ما تنتقبلوش كما قلتي من الممثله المراه. وما نساوش ان حنايا لو مارشي ديالنا والسوق اللي كنخدموا فيها هي سوق مغربيه، وحنا اللي كتحكمنا قوانين واعراف والدين ديالنا. دوكو دوكو ما كنظن هذا هو السبب. هو انفيت ماشي بنت فوق قصير، هو انا كنت بنت شحال هذه وكنت انقطعت واحد المده، وابخي جي غوبخي والحمد لله. ما عرفت زعما رضات الوالدين زعما سا مارشي بوغ موا الحمد لله. دونك ملي كتخدمي وكتخدمي بقلبك كنظن ربي كيجازيك. ماشي الوغ الاعمال اللي جايه غادي نوجد ان شاء الله واحد المسلسل، كاين واحد المسلسل اخر اللي سالي التصوير ديالو في اوت، ودابا راه جوديا راه بداو العرض ديالها، دونك انا باقا ما غنبان حتى شويه، باقي شي شويه الحلقات. هو مسلسل جميل ورائع، كيمس القضايا اللي كيطرحوها فيه، هي قضايا كتمس بزاف ديال المغاربه، داكشي علاش الناس بغاوه بزاف، لانه كيشوفوا راسهم في بزاف ديال الشخصيات اللي كاين في المسلسل، وباقي غادي يزيد، باقي غادي يزيد يشتد الحماس ديال الاحداث المسلسل. كنظن انا داكشي انه هو هاد التغيير هادي انا حسيته شحال هادي، بكوني انا في هاد الدومين راه من زمان، ماشي عاد زعما ماشي عاد دخلت ليه، كانت واحد التغيير، هو كان غير التغيير غادي بشويه بشويه، مي دابا كنحسوا بواحد الطفره نوعيه في هذا المجال، سواء من حيث كتابه السيناريو او من حيث الجوده ديال الانتاج او ليماج والممثلين تبارك الله لي رياليزاتور. دونك كنشوفوا الناس ولاو كيهتموا اكثر، كيديروا مجهود اكثر، وباقي هادشي غادي يزيد يتحسن اكثر واكثر.